مساء الخير، احنا اليوم متواجدين بضيافه اخواننا رجال الامن في وزاره الداخليه في الاداره العامه للحدود البريه، اداره الحدود الشماليه، عشان نشوف شلون اجواءهم خلال شهر رمضان وهم يتفطرون بعيدين عن اهلهم. حاليا انا متواجد مع العقيد فيصل مطلق السبيعي، مساعد مدير اداره الحدود الشماليه. مبارك عليك شهر وكل عام وانت بخير. الله يبارك فيك وكل عام وانتم بخير وعساكم من العواد ان شاء الله. في البدايه خلينا نتكلم عن طبيعه العمل في المراكز. طبيعه العمل في المراكز، طبعا المراكز واجبها الاول هو تامين الحدود، حدود دوله الكويت من اي اختراق او تهريب او اي محاوله تسلل او مثل ما شابه هذا. ممتاز. زين خلينا نتكلم الحين، ننتقل حق نقطه انواع البلاغات اللي توصل لكم، شلون تتعاملون معها خلال شهر رمضان؟ طبعا البلاغات يكون من حارس البرج انه اثناء مشاهدته وتمشيطه عبر الكاميرا الحراريه يبلغ الدوريه ان في وجود اشخاص محاوله اختراق او شيء، او من خلال النظام الكهربائي حدوث انذار تطلع الدوريه وتباشر الموضوع. 4/18 حاليا انا متواجد مع المقدم فرج شبيب المطيري رئيس قطاع الرتكه. مبارك عليك شهر وكل عام انت بخير. عليك تبارك وكل عام انتم بخير وصحه وسلامه. انت بخير. احنا اليوم راح نفطر عندكم، ما بقى شيء على الاذان. حياكم الله يحييك. فالاجواء شلون انتم بعيدين عن اهلكم، شو اللي قاعد تسوونه هني عشان تحمون الوطن؟ طبعا هذا شيء اكيد، وابناء الوطن وكل من عايش على ارض الوطن، فشو الاجواء اللي تسوونها على اساس تحسسون بعضكم ان انتم مو بعيدين عن الاهل؟ طبعا نظام العمل في المراكز الحدوديه نظام النوبات يومين في 4 ايام. فخلال يومين هذول الشباب يكونون كفريق واحد، بل أكثر من فريق إخوان متجمعين في مكان واحد، يجتمعون على جميع الوجبات تقريبا، ومنهم اللي ما يكون على الوجبة يكون أثناء استلامه أو تأدية واجبة في الدورية أو في البرج أو في أي نقطة حراسة ثانية. ممتاز. من شوي قبل أن نطلع على الإلغاء قاعد نتكلم، ذكرت لي قلت لي إن في ناس متواجدة على برج المراقبة وإن الدوريات تمشي بشكل دائم. صحيح. أول بأول. صحيح، الدوريات تعتبر مستمرة على مدار الساعة، كذلك أبراج الحراسة والمراقبة يكون ما ينتهي واجبهم، يعني شخص يستلم وبعد شخص يبدله على طول، يعني في أثناء النوبة شغالة يكونون مستلمين على مدار 24 ساعة، فيصادف أنه يأذن معاهم أذان المغرب وهم يكون في استلامهم، فما في إمكانية أنه يرجع المركز يتفطر، فيكون معاه حاسب حساب أنه يكون معاه فطور خفيف يفطر في موقع استلامه وبعدين يرجع للمركز يعني يتناول وجبة الفطار كاملة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا الأمن ليس مجرد وظيفة فعلا، لأن الأمن من الله، يعني الأمن نعمة من الله، والشباب ما يقصرون وقاعدين يدون واجبهم وأكثر إن شاء الله.